السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي. معكم فايزة من الغرب الجزائري. قصتي تبدا من نهار تزوجت مع راجلي. في الاول ما كنتش راضية كامل بهذا الزواج بحكم هو ما كانش يخدم، بصح قلت وش عليه، المهم نستر روحي، وهذا كامل على جال بابا اللي كان دايما يسيف علينا باش نتزوجو هكا باش يفرح بينا قبل الموت نتاعو. وقررت اني نقبل بهذا الراجل اللي جامي الى عرفته. بدات حياتي وقصه حبي معاه من نهار اللي تزوجنا. كنت نموت عليه وما تتصوروش شحال كان عزيز على قلبي، لانه كان هو يعاملني بحنيه كبيره خاصه قدام يماه وباباه. هما الحق في الاول ما كنتش كامل نلقى المشاكل، بصح مع مرور الوقت راكم تعرفوا دار العائله والمراه اللي تسكن مع اهل الزوج دائما يكونوا نقاشات خفاف. بابا ويما ربوني على الطاعه وعلموني باللي الكبير عمري ويلن اذيه بالهدره سرتو اللسان. جبت روحي من سلافاتي والوساتي اللي كانوا يعني دار وحده، وكنت دائما نخرج نقصر معاهم لكن في حدود. وحد الخطره كانت لوستي اقترحت عليا وقالت لي واش رايك لو كان نخرجوا هكا نحوسوا كامل ونكرو ترونسبور، وكل وحده عندها دراري ولا تجيبهم وتجيب المصروف معاها. انا تما ما حبيتش وقلت لازم عليا نشاور راجلي، وراكم تعرفوا اليوم راهي بالملاحه غدوه تولي بالقباحه. رحت لعندو قال لي لا لا ما كل له تصريهم، والله لا راني نعرف عقليتهم كيفاه دايره، خياتي ما راهمش تاع عشره. ونزيد نقول لك حاجه، نوصيك في الحياه قبل الممات يا سبحان الله، غير تقولوا باللي راجلي كان حاس باللي راهو رايح يفارق الحياه. المهم انا راني نحكي بحزن كبير، قصتي هذه قبل ما تبداو تسمعوها اترحموا كامل عليه، لانه قلبي تزعزع نهار راح وخلاني شفايه للي يسوى واللي ما يسواش. نزيد لكم حاجه، على بالي بلي هذا قضاء الله تعالى، بالصحة الموت مرة بزاف يا خياتي، واللي ما جربهاش ما راهوش رايح يهرف وش راني نهدر. في هذاك النهار ما رحتش معاهم وقررت ناخد راي راجلي. اصلا انا يا ما كنتش نقول له لا لا على ابسط حاجة، تحوسوا حاجة كيما هكذا اكيد راني رايحة نرفض. الواساتي قالوا لي انتي متعقدة، وتان نقول لك حاجة من اليوم ما نزيدو نقترح عليك حتى حاجة. حسيتهم كي شغل رباو لي الحقد ولاو ما يبغونيش. سلافتي ولاو يشوفوا فيا نظره ماهيش مليحه، وواحده منهم كانت دائما تقول لي انتي راكي تغيري مني، وانا يا خياتي هذه حاجه ربي، دراري عندي ولا ما عنديش قانعه بهذا الشيء. هي تقول لي ما عندكش الاولاد، على ديك كي تشوفي ولادي دائما يوقعوا لهم حوايج، وتان راهي العين نتاعك راني مجربتها قداه مره. انا تلمو ما كنتش نجاوب وما كنتش نعرش معاهم، ولاو يتماداو ويلحقوا وين صوالح خطرات يتجرحوني وتغيظني عمري بزاف. راجلي كيشوفهم كيما هاك وانا كنت نحكي له، اصلا ما عنديش لي من فرغ قلبي، ولا دايما يروح يقبض يماه ويقولها شوفي روحي انت هضري معاهم راهي نسا فيما بيناتهم وما نحبش نتدخل، بصح باش يلحقوا لمرتي ويخلوها لي الكومبلي وهي تبكي بسبب حاجه عطاها لنا ربي. هنا تحبس خويا ونولي ما نشوفوش، بسك الظلم ظلمات يوم القيامة. كان إنسان حقاني وكلمة الحق دايما يهدر عليها وما يسكتش. يمه مرات توافقوا ومرات تجي ضده تقوله غير انت راك معمر قلبك بالزيادة. المهم فاتوا أيام وشهور وأنا يا قاعدة مع راجلي وما زال ربي ما نابش علينا، حتى جا يوم الفرج اللي حملت فيه وكانت أسعد لحظة في حياتي. كنت درت مفاجأة لراجلي وخبرته بالحمل بواحد الطريقة رومانسية بزاف، ارسلت له واحد الميساج ودرت له جو بزاف شباب اللي خلاه يشفى عليه طول ما هو عايش. لكن للأسف ما كاش حاجة تدوم إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد ما سمعوا كامل الناس بحملي لانه راجلي لا غالب فرحته ما خلاتوش يسكت. عجوزتي كانت الفعل نتاعها بزاف هايله وقالت لي فرحت لك ومتمنيه نشوف ولدي هذا بالذات يحمل طفل ولا طفله، خاصه انه كان مريض. لكن للاسف واحد ما خبرني بهاد الحوايج. بعد ما حملت وولدت كان بان المرض نتاع راجلي، بداو عليه واحد الحالات غريبين بزاف، يدوخ يتقيأ. المهم عجوزتي ولات تقول لي هذا باين من المرض اللي راهو فيه. انا يا ما فهمت والو، تخلطت عليا الحاله كاع خاصه انه كنت نافسه، دخلت في حاله اكتئاب وليت ما نعرفش حبيبي من عدويا. وتانيك الهضره نتاعي ولات غير طبيعيه، كشغل وليت نشوفهم كامل عدياني. انا مانيش ضد فكره راجل يكون مريض،
لكن لازم تكون صراحة من نهار الأول. أنا هاد الحاجة اللي كانت مقلقتني خباو عليا كلش، وبعد ما تزوجت وقع كامل بداو يهضروا على المرض نتاعو، وخاصة كي شافوه تطور. أنا ما كانش عليا حل آخر سوى أني نصبر، ما كاش كيفاش قاع نولي لدارنا. حتى يما كانت تقول لي بلي الصبري، وتاني لو كانت روحي واش راهم رايحين يقولوا عليك الناس، يقولوا كي شاف التمرين خلاته. أما بالنسبة للعائلة نتاعو خلاص عاديتهم وقطعتهم، وليت ما نحبش نشوف فيهم ولا حتى نهضر معاهم. مع العلم انا وقفت مع راجلي وقفة تاع مرة ونص، كنت ندير المستحيل معاه، لكن للأسف حالته رايحة وغير تدهور. وراجلي كي وليت نشوف كامل هذوك العفايس فيه، ما نكذبش عليكم خلاص دمرت نفسيا، وليت ما نقدرش حتى نشوف فيه. هو كان يصبرني ويقول لي هاد حاجة ربي، بصح انا كنت ضعيفة لدرجة ما تتصوروهاش. حتى جا واحد النهار اللي قررت فيه نبيع كامل الذهب اللي عندي ونبعثه خارج الوطن هكذا باش يتحسن ويولي كيف ما كان زمان. بصح لا حياة لمن تنادي، رحت لعند اطباء نتاوعنا اولا باش نستفسر، قالوا لي غير ما كان له تشقي روحك، رجلك راهو قاعد له مدة يعيش فيها من بعد يفارق الحياة، وهذه المدة كيما ممكن تكون عام راح تكون عامين، وحتى نقدر نقول لك 10 سنين راهي بيد ربي سبحانه. أنا تنمو الجهل نتاعي وصل لدرجات كبار، خلاص اقطعت لياس من حاجة اسمها الطب، وليت نروح نرقيله كيف كيف. قعد طريح الفراش مدة 8 أشهر، بديت بالعقل بالعقل نتأقلم مع الحياة الجديدة نتاعي، والحمد لله بديت نفوت فيها غير أنا وراجلي وولدي، وعايشين على طبيعتنا حتى ولو كان مريض. خلاص واحد النهار كان قال لي شوفي عندي واحد الدواسة راهم كامل عندي يما، روحي تعيشي جيبيهم. وتاني حبيت نروح لواحد البروفيسور بعتوني بزاف ليه، انا مانيش طامع نبرا، راني طامع غير نوقف على رجليا. فرحت من كلام نتاعو كاع، ورحت نجري عند عجوزتي قلت لها شوفي رانا لقينا واحد البروفيسور بزاف هايل، واش رايك لو كان تعطيني كاع الدوسيات كي كان صغير يداوي. هي شافت فيا وقالت لي ايه ايه روحي للكنابي كوفري تلقاي كلش تم، اقراي واش تسحقي ودي واش تحتاجي. شفت هكذا وطلعت هذاك الكنابي، اول حاجه صبتها هذوك الوثائق داخل كرطاب، ولقيت قدامه واحد الساشي كحله، كانت حسبت لي بلي الوثائق راهم ثم، جبتهم في زوج، خرجت الوثائق وزدت رحت للساشي الثانيه، ولقيت فيها صدمه حياتي، ما رقمش كامل رايحين تستناوها. لقيت الكفن نتاع راجلي، وجدوا له الموت قبل الموت، وهذا كامل لانه عارفين بلي راهم خبي دراهم في لابوست، وخايفين لو كان كاش واحد يجي ويطير بيهم. قلبي ولا يرعش ووجهي تبدل كامل، شفت فيا عجوزتي قالت لي خلاص كملتي، قلت لها ايه صاي، ديت هذوك الكواغط كامل وخرجت ديركت. رحت لعند راجلي وحكيت له كاع هذيك لاكسيون اللي كنت شفتها، وانايا يديا يرعشوا مع بعضياتهم، ولدي قاعد غير يضبح ويبكي ما قدرتش نرفدو. المهم راجلي كي شاف الحاله كيما هاك عارف بلي راهم طامعين في الدراهم اللي كان هو مخبيهم، قال لي شوفي انا عارف بلي راني رايح نموت، وهاد الحاجه ما جاتنيش بيزاغ من عند مالية، راني نعرفهم مليح مليح كيفاش مخدومين. قال لي واش رايك لو كان نبنوا الفوق وانتي لكش ما عندك ذهب ولا زيدي بيعيه، بيسك دراهم نتاوعي ما همش رايحين يكفيو. انا وافقت تمتم وما قلتلوش لا لا، صح شفت بلي راجلي كان مضرور وخفت لو كان يموت بين دقيقه ودقيقه ويحوزوني من هذيك الشومبره اللي كنت فيها، واش راني رايحه نكسب. وكي قلت البابا قال لي ما كاش مشكل ابداي وانا راني رايح نعاونك. الحمد لله كنت ما استحقيت حتى واحد، دراهم اللي كانوا كامل في الكونت نتاع راجلي بدينا نبنو بهم. عجوز جات ليه ودارت له حاله، قالت له كيفاش هذا انت راك ما بين الحياه والموت وتحوس تبني، علاش راك تخسر في الدراهم. كي شفتهم كيما هكذاك عرفت باللي ما همش متمنين لي الخير، وراهم يستناو فيه بالدقيقه والثانيه وقتاش يموت باش يتربعوا على الدراهم نتاوعو. اي انا بروفيتيت لوكازيون وزدت جبت ثاني ولد. ثم راجلي زادت دهوره الحاله نتاعو كتر، حتى الحق واحد النهار ديناه للسبيطار بسبب الالم اللي كان في جسمه. داخل الطوموبيل انا نبكي وهو يشوف فيا ويقول لي هذه حاجه ربي، الا كتب لي نموت اليوم نموت، والا كتب لي نعاود نولي للدار نعاود نولي. شفت خفيه وخزرت وقعدت نتمنى لو كان يعاود يولي، بصح للاسف كان هذاك اخر نهار واخر حديث كان ما بيني وما بينه. راجلي توفى الله يرحمه ويوسع عليه، وتم بدات اكبر معاناة مع والديه. نهار هذاك جوزته كحل حتى طحت وتغاشيت، وهما يفطنوا فيا غير بالماء والريحه.
رحت لداري وانا حزينه من الخبر اللي كنا تلقيناه من عند الاطباء بانه فارق الحياه. عجوزتي كانت جات قالت لي لها خالب هذه حاجه ربي، واحد يروح وواحد يتزوج. قعدت في هذوك 3 ايام غير تمعني لي بالهضره هذه، انا ما فهمتش وقعدت غير غايصه ونتفكر في راجلي كيفاش كان معايا. اما هي كانت تخطط ودايرين الف حساب وحساب مور ظهري. راجلي مازال ما نشفش دمه، وهي جات تقول لي باللي الفيونساي نتاع لوستك راهو قريب، وجدي لي الداله الفوق نغطوها ونديرو تماك كل شيء. راكي تعرفي لتحت الضيق بزاف. تخلعت منها، قلت لها كيفاش راكي تهضري هاد الهضره، انا برانيه وقلبي نقسم عليه، نتوما والديه وماليه ما راكمش حزنانين، علاش عن بالكم كلامي عبراتو ولا دارت له قيمه؟ والو، كي شغل ما هدرتش. بداو يجيبوا في القش وراحوا لداري اللي كنت نبني فيها. هي كانت مازال ما تفيناتش، الحيوط مازال ما طلعوش، وما مازال ما قسمناش للداخل، فيها غير الدار الفوق هذا مكان. غطاو في الكوتي وبداو يجيبوا في الكراسه. انا استغربت من كل حاجه كانوا يديروها، بديت نقول لها نع لبليس وش بيكم الناس يضحكوا عليكم. شفت فيا وقالت لي علاش، احنا كش ما راح نعرضوا، نديروا غير هادي في هادي وزيد بزياده. لوستك راهي في عمرها 38 سنه، ما قعد لهاش تزيد تصبر، والغاشي نتاعهم راهم مزروبين. المهم انا سكت وقعدت مبكمه، غير برك نستنى هذيك المرحله تفوت، وقلت بالك راح يديروا حاجه خفيفه برك وما يكبروش، واي وليه نتمنى لها الستره. بصح الشيء اللي صدمني كان صرا في هذاك الفيونساي. بديت نشوفهم يحضروا يديروا ليماج وتاني كي يتفاهموا ويحوسوا على الحفافه اللي تكون مليحه. شفت في لوستي اللي كانت راح تتزوج، قلت لها منك بصح علاش ماشي راح ديروا حاجه خفيفه وتجوزوها. شفت فيا وضحكت واحد الضحكه غير تقولوها مسمومه، قالت لي علاش انت درتي حاجه خفيفه، على بالك يبان لي العرس يجي مره في الحياه، وانا ما رانيش راح نعاود نتعرس على عام ولا عامين. المهم وجدي الحاله وتحبي تحضري مرحبا بك، ويلا راكي خايفه من هضره الناس رفدي حوايجك وولادك وتقدري تقعدي في داركم. انا الكلام نتاعها كان شوكاني وما خلاليش عقل، رحت نبكي شمبرتي وقعدت نخزر في هذوك الدراري ونتفكر في راجلي والكلام نتاعو باللي ماليه ماهمش ملاح، وحتى ويموت ما راهمش رايحين يرحموني. بكيت بكيت وحتى عيني قريب نعماو. بصح المشكل والكارثه الكبيره ما راهيش هنايا، دوك راكم رايحين تعرفوها يا خياتي. قعدت في شمبرتي وهما فوتوا الفيونساي في الدالان تاعي. مهم ما عرضوش ناس بزاف، داروا حاجة خفيفة بصح مالين العرس على بالهم بلي عندنا جنازة. ما خرجوا هادوك الناس وبدأوا غير يزغرتوا، داروا البوست ويشطحوا. خلعوني طلعت ليهم تم وطرطقت كامل الحالة، قلت لهم راكم في داري انتوما والله ما تحشموا على عرضكم. شفت عجوزتي فيا وقالت لي ايه لي جان في صغار حبوا يشطحوا، نقول لهم لا لا انتي واش دخلك، روحي حزني في شمبرتك وقعدي حياتك كامل هكذا، واحد ما راهو رايح يحاسبك، انا وليدي وكبتي وقلبي مقسوم عليه وما حزنتش عليه كيما هكذا. المهم انا شديت فمي وهبطت، عيطت لبابا قلت له اليوم تجي باش تفريها لي، مانيش قادره نصبر اكثر. الدار هذه كان يحبتها تكمل ونسكن ونخرج بابي وحدي ولا ندبر راسي. هو كي جا عندي شاف الحاله بلي تكالمات وكامل ولاو لبلايصهم، خافوا لو كان يعرش لهم تم، بس كان بابا عنده هيبه وكامل يحترموه. قعدت ما معايا مده يومين، بابا جاب الماسو وتاني بداو يبنوا لي في الحاله. الحمد لله ربي خلي لي والديه اللي طلعوا لي هذيك الدار وخلاوني نسكن فيها، سمحت في هذيك لا شومبر اللي كانت لتحت، وطلعت وطلعت قشي. بديت غير بالعقل بالعقل، الناس تحزن 40 يوم شهر ولا شهرين ولا حتى 5 شهور، قلكم انا عامين ما خرجتش من الدار. اي حاجه نستحقها نعيط لبابا ولا خوتي هما يجيبوها لي، اما ناس داري الرحمه وما كاش من عندهم، قطره الماء وما كاش. انا واش نستنى من ناس كيما هكذا؟ في جنازه خوهم داروا البوست وليماش ويلبسوا في الدهوباني. في الفتره هذيك اللي كنت قاعده في داري بداو يلقاو لي في السبايب، وبحكم انا ليطاج نتاعي كبير جات لعندي عجوزتي قالت لي لازم نقسموا هاد ليطاج، لوسك راهو رايح يتزوج وحاب يسكن تما. قلت لها كيفاش؟ نهار يكون صرف تما حاسبيني، بصح دركا ما عندك حتى حساب معايا، بابا اللي راهو يبني، ونزيد لك حاجه دهبي اللي راهو في اللعب. قالت لي وشنو دهباك؟ درهم كامل تاع ولدي وحنا كاع نسالو فيهم. هذاك النهار كان صرا نقاش كبير ما بيني وبينها، وحتى ولات غير تسب وتعاير فيا. انا ما حبيتش نربح لها العيب وقعدت نهدن في روحي غير بالعقل، بصح
لحقت وين خلاص ما قدرتش نزيد نصبر كتر معاها. حاوزتها وقلت لها اخرجي من داري، وراحت خبرت ولادها وراجلها بكامل وش كان دار ما بيناتنا، وزادت الفت حكاية وحكايات من راسها باش يحقدوا ويشحنوا فيا. ولوسي هذا اللي كان راهو راح يتزوج تحكمني وقال لي صح يما عندها الحق، انا تاني كنسال في هذيك الدار وين راني رايح نسكن. قلت له تحب تسكن ابني فوقي ربي سهل عليك، بصح باش تقول لي تسال في هذه الدار مستحيل، والله العظيم غير راني رايح ندير جريمه قتل لو كان واحد يقرب لهذا الباب. مهم وليت مانيش بنادم وقعدت نخلط في الهضره وما جبتش الخبر لعمري، ما على باليش الا سجلوني ولا حتى داروا شهود معاهم. لوسي هذا راح اشتكى بيا وقال لهم باللي راه يتهدد فيا بالقتل، ودار لي قضيه ما جيتي لا نخرج منها بالسيف. حتى كلفت واحد المحاميه كانت قاتلي الكلام اللي هدرتيه كامل خاطر، وهما استغلوا الفرصه. وش نقول لك، ادعي لربي سبحانه تخرجي منها. فاتوا يامات وشهور وانا في المحاكم، خرجت من هذه القضيه بست شهور سرسي، يعني ما حكموش عليا الحبس. ما عرفتش كامل بمن تبليت وما عرفتش واش درت في حياتي باش ربي سبحانه يعاقبني كيما هكا. انا نيتي كانت دائما زينه معاهم، بصح هما كانوا دائما يحبوا ياذوني، خاصه كي شافوا بلي راجلي مريض وعلى بالهم بلي راهو رايح يموت، وهذا كامل على جال وسخ الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل، الاولاد اللي نورمالمون هما يحموهم ولاو هما اللي اذوهم ويضربوهم. بعد مدة انا كرهت المعيشة والدخلة والخرجة عليهم، قررت نفتح باب وحدي. جالي يا شيخي عرشلي قال لي كيفاش تثقبيلي الفيلا تخسريها لي كامل. من بعد كي رحت اشتكيت قالوا لي عندك الحق، وتانيك الدار هذيك مبنية باسمي وعندي بزاف وثائق تدل على هاد الحاجة. فتحت باب من الجهة الخلفية نتاع الفيلا، استقام لي شوية بزاف الحمد لله، بابا كان معايا وهو اللي كان مدعمني في كل حاجة. ربي ان شاء الله يرزقه الصحة طول ما هو عايش. نولي لكم الناس داري والنهايات نتاعهم المأساوية، صراحة انا دايما كنت ندعي عليهم ونفرغ في قلبي غير في الصلاة والقرآن. هذه نعمة من عنده. لوستي هذيك اللي تزوجت ودارت الفيونساي في موت خوها وقعدت تفرح وتعرس، ما كملتش مدة ربع شهر اتطلقت مع راجلها بسبب المشاكل اللي كانوا وقعوا لها مع ناس دارها، وتانيك هو قالها انتيا ما كيش مرا بنت فاميليا، ما على باليش وش كان واقع بيناتهم. مهم هاد الصوالح ما نقدروش حنا نحكموا فيهم لاني ما شفتش بعيني، حاجة اللي نعرفها هي اتطلقت وراهي عايشة معانا. اما بالنسبة لوسي هذاك اللي كان راح يدي لي الدار ويتزوج، جرجرني في المحاكم وهولني وهول لي ولادي تاني كيضلوا يتباكاو. ما كاين لا زواج لا يديك لا يجيبك، داروها لي بلعاني هكذاك باش يخرجوني من الدار ولا يدوا لي النصف منها. مهم هو راح وقطع لي ياس من هاد الحياة، وكان الامل ما عندوش، حرق هو وجماعة من صحابه ولحد الان ما عندهم مالي حتى اخبر عليه. اما بالنسبة لعجوزتي وشيخي كبروا بزاف ولو ما يقدروش يتمشوا، عجوزتي رايحة حكم الركنة. اما بالنسبة لشيخي عنده لاتونسيون والسكر. انا هاد الصوالح كامل نعتبرهم ابتلاءات من عند ربي سبحانه، بالصح والله العظيم غير دعيت عليهم بزاف انه ينتقم منهم ونشوف بعيني الخلاص. ربي خلصهم والعين تشوف، ما رانيش انا درك نستشفى، لانه هما نهار مات راجلي جاو يستشفاو، والبغض والحسد والنيه السيئه نتاعهم وراوها لكامل العباد. انا جيراني وناسي وحبابي كامل يعرفوني بطبعي الزين، كل واحد ادعى على حساب نيته. في الوقت الحالي راني عايشه مع وليداتي متهنيه والحمد لله، ودارنا مره على مره يجوا يزوروني ومره على مره راكو تعرفوا كل واحد وظرفه. لقيت خدمه ماشي بعيده بزاف على الدار، جارتي هي اللي ورتها لي، راني مستقره فيها. ويما وخابتي شحال من مره يبروبوزيو عليا باش نعاود نتزوج، بصح انا قلبي وعقلي وروحي كامل متعلقه براجلي مستحيل. حتى ونقول لكم جاو شحال من واحد اقصدني للدار وخطبني، بصح انا رفضت، والموت نتاعو جاتني صعيبه. واي وحده تسمع قصتي نقول لك بارطاجيها الماكسيموم ودعي لي بالرحمه. ونشكرك اختي فريال اللي انا حبيت نسمع قصتي بصوتك، نحبك بزاف ونتمنى لك النجاح في مشوارك.
فوالا البنات، هذه كانت قصتي نهار اليوم، صراحة حزنتني بزاف. نتمنى منكم كاملين تدعوا للزوج نتاعها بالرحمة وتقولوا لي رأيكم في الصوت نتاعي تاع هذه القصة، لأنه بزاف قالوا لي زيدينا شوية في الفوليوم باش هكذا كي نكونوا نغسلوا ولا نديروا كاش حاجة نتونسوا بك. نقول لكم ما تنساونيش جام اشتراك للقناة إلى راك جديدة، انضمي للعائلة نتاعنا وشهيدكم في الجنة في هذه الكوكا على بالي بلي عجبتكم. تهلاو في روحتكم، نتلاقاو دائما في نفس الموعد 9 نتاع الليل. سلام.